بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به. السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناتي حداقة مغربية، حقيقة البيوت الشعبية المغربية. نتمنى إن شاء الله تكونوا يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم غنشارك معكم الحمام المغربي الشعبي المغربي كيفاش كنديروه. كما تعودنا مع الأمهات ديالنا كانوا كيدقوا كيطحنوا الحنة، وجدات ديالنا كانوا كيدقوها في المهرات. المهم كتختلف من جيل لجيل الطريقة وهذا. المهم البنات كما كتشوفوا كنديروا الشيح الشبة، وكنديروا حتى واحد العشبه ما بقيتش عاقله عليها، كانوا قالوا صعيبه الجسم هذا ما بقيناش كنديروها. وكاين الاعشاب القرنفل، بزاف الاعشاب كيتباعوا عند العطار، كناخذوهم وكنطحنوهم وكنشمشوهم وكنطحنوهم وكنخبيوهم في قريعه وكنضيفوهم مع الغسول وصافي. وكنديروهم لشعرنا. اول حاجه لاي واحد كيدير الحنه، كاين اللي كيدير الحنه في الدار وكيخليها حتى كتقرب يمشي عاد اللي كيمشي للحمام وكيغسلها، وكاين اللي كيدير غير الغسول والعشوب وكيخليهم في راسو وكيمشي بهم للحمام. كل واحد كيفاش كيدير. هنا غنوريكم البنات كيفاش كتصايبوا الصابون البلدي بالعكار الفاسي، كيتباع في الحكيكات بثمن غالي. انا غندير لكم بواحد الطريقه مبسطه. كتجيبوا غير العكار الفاسي وكتجيبوا درهم ديال الصابون البلدي، راه كدير لكم واحد الكميه كثيره كيولي عندكم. وان شاء الله المره الجايه نصايب لكم العكار الفاسي. سمحوا لي الصابون البلدي بالويفيرا بزاف الاعشاب، ان شاء الله نوعدكم بها. راه كيتباعوا في الرباط كيكونوا، حنا نصايبوهم في الدار. وهنا البنات غنرطب هذاك العشوب والغاسول اللي غنصبقوه من الاول لراسي، نخليهم غير طابو. وبطبيعة الحال كنحتاجو الكيس المشطاط القرن. مشطاط القرن كتكون مصنوعة من القرن، دابا ولاو كيتباعو البلاستيك بديل ليهم رخاصين. كانت عندي ديك ديال القرن، ما عرفتش صراحة فين تلفات ليا، واش مشات ليا في الحمام ما عرفتش. صافي. وكما كتشوفو دابا كندير الصابون بلدي كنردو كله بالعكار الفاسي. كما كتشوفوا هو صابون بلدي ولا ليا كله عكار الفاسي. غادي نخلطو كامل فهاد الزلافه. المهم البنات انا بغيت نوريكم هكذا الطريقه ديالي كيفاش كنصايب الحمام ديالي المغربي. وكما كتشوفوا ها هي ولات عندي بواطه كبيره غير بدرهم الصابون البلدي والعكار الفاسي. صافي. وهنا ديك الشويه ديال الصابون البلدي غادي نديرو للجسم ديالي والوجه، وكنزيد معاه شويه ديال العصير ديال الحامض وشويه الماء دافئ وصافي. وكنزيد عليه الحنه، وغادي نمشي ندق هذيك الشبه والشيح نضيفه. بالنسبه للشيح البنات كاين اللي يقول لي ما طحنتيش، راه عندي مطحون ولكن ما مطحوش زعما شي طحنه حيت ما عنديش مولينيكس. صافي. ولا كانت عندكم مولينيكس راه غادي تطحنوه مزيان حتى يولي غبره وتصفيو. المهم انا اصلا غادي درت عليه المطايب، غادي يرقد مع داك المطايب والسواك، غنرقدو في شويه ديال الماء سخون نديرو لفمي نحك به سنيناتي. المهم اليوم غادي ندير الحمام ديال جداتنا ديال شحال هادي. كما قلت لكم نتوما معروفه على القناه ديالي، انا عزيز عليا هادشي القديم. من بعد البنات ما كتديروا هذاك الحمام المغربي، سمحوا لي داك الحله المغربيه مع الصابون البلدي والعكار الفاسي، صافي كتحكوا بالكيس. من بعد كندير هاد الصابونه ديال العكار الفاسي قريبه تسالي ليا. بالنسبه البنات سولوني عليها، راه زوينه البنات، كتباع في المتاجر هكذا عند العطار غزاله بالعكار الفاسي. كنطليها لرجليا وكنحك بها قدامي. ومن بعد البنات ما كنخرج من الحمام كنطلي شويه لوجهي والشفتين ديالي وايضا القدام ديالي. ومن بعد البنات كندير هذه ديال الشمع كما قلت لكم، كنديرها ليديا والرجليه. دابا غنديرها غير الرجليه ما غنديرهاش ليدي حيت غادي نمشي نصايب العشاء حتى كنبغي نعس، غير وريتها لكم. ولا بغيتوا ان شاء الله البنات نوريها لكم هذه الطريقه كيديروها السلاويين سلاويات القدام. كانوا ما كيديروش الكريمات، كانوا كيديروا هاد الكريم السحري صراحه رائع البنات. وكان كيرطب ليهم اليدين والرجلين وفيه واحد الماده كتبيض. المهم ما غاديش نحرق المفاجاه، الا بغيتوها ان شاء الله البنات نصايبوا لكم في الدار على الراس والعين.
وصافي. وكما قلت لك انا كنبحث وكنقلب دائما على القديم ماشي على الجديد، كيعجبني نقلب على الحوايج اللي كيكونوا قدامين ونساوهم الناس. وان شاء الله كما قلت لكم البنات نبقى كل مره نشارك معكم حاجه، وهذا الصابون البلدي هو احتفظت به المره الجايه ان شاء الله. وصافي وغادي نحكس نيناتي بهذاك السواك، واخا كيخلي صراحه صبيعات فيهم لاطاس. وكما قلت لكم الغاسول اللي بغيت نوريه لكم، ممكن البنات الا ما درتوش فيه الاعشاب ها هو كيولي، الا ما درتوش فيه الاعشاب كطلي حتى هو الجسم ديالكم، راه كيرطب غزال الجسم. غير جربوه البنات راه كيرطب، الا بغيتو الترطيب الجسم ديرو كيرطب حتى هو، ديروه مع العكر الفاسي كيرطب وكيعطي واحد البيوضه. بعد البنات ما ساليت الحمام ديالي تحمحمت درت الحمام المغربي كما قلت لكم. جيت البنات بغيت ندير لولدي وراجلي عشيوه تكون زوينه. درت هنا البنات البصله ودرت الربيع مربط، القرفه، الملحه، البزار وسكينجبير. غادي ندير البنات الشعريه بالتفايه كتجي رائعه البنات. المهم ان شاء الله المره الجايه ندير لكم خاصه بالضيوف. دابا درتها غير حنايا، درنا غير طريفات ديال الدجاج. وهذا الفيديو هذا درت وكما كتشوفوا درت الضامه، واخا البنات كيقولوا لي الضامه ولكن ما كنلقاش البديل، الزعفران شويه زايد في الثمن. المهم المره الجايه ان شاء الله ناخذ الزعفران شعره، وديك الساعه ما بقاش ندير هاد الضامه حيت باقيين عندي في الدار واخده منهم باكيات. ودرت شويه الملح كما كتشوفوا وشويه زيت المائده وشويه زيت الطيبه التفايا. صافي وغادي نخلي هذاك الزهر الزبيب سمحوا لي في الزهر ونغطيه في الطويجين هكذا وشي شويه نضيفو على الدجاج. وصافي البنات ها هو الدجاج ديالي ها هو كيتقلى، درت معاه حتى واحد الكبيده هكذا غيتقلى، وغنضيف ليه كويسه الماء كبير ونخليه يطيب. والشعريه ديالي راه هي كتفور كتجي غزاله التفايا البنات، غير جربوها. وممكن ديروها بالدجاج هكذا للضيوف، المهم ان شاء الله المره الجايه كتجي في البديل ديال الكسكسو، كتجي سهله هكذا ومختلفه. كما كتشوفوا دابا ورقتها وغادي نغطي عليها ونخليها تطيب على خاطرها، وراه يديا كما الشور عاوتاني فيها السواك باش ما تقولوش عاوتاني مال صبعانك. وها الشعريه حتى هي كطيب. وها هي الدجاج ديالنا طاب، وضفت ليه معلقه كبيره وديال سنيده باش تجينا المريقه معسله. وها الشعريه البنات كما كتشوفوا، ها هي الشعريه ديالي راه حيت البخ كيطلعوا للكاميرا، كنتمنى ان شاء الله يكون واضح.
صافي، وكان كما كتشوفوا كبيت على واحد شويه السكر وصافي، ومره بديت كنكب هذيك كما كتكونش مريقه، كتكون ديك خاطره ديك المريقه، وزوقتها بشويه كاوكاو. ممكن البنات تزوقوا باللوز، انا درت غير كاوكاو غير يتحرق ليا. صافي وزوقتها، غير كان عندي شويه ديال الكاوكاو ديال العشيوه ديالي البسيطه، وهذا هو الروتين ديالي المسائي كما قلت لكم. كيفاش دوزتو مع معتمد؟ وكما قلت لكم عشيوه كتجي لذيذه، ممكن كما قلت لكم ترافقوها باللوز. المهم نتوما ليكم الاختيار، وكتجي رائعه. وهنا البنات كنقول لكم السلام عليكم، ما تنساوش تدعموا قناتي، وشكرا لكم.